واليوم بأولى محطاتنا الطبية رح نحكي عن الحساسية اللي وصلت مبكرة مع هذا التقلب المناخي الشديد يلي أثر على كل الأشخاص حول العالم. ويقال حسب بعض الأخصائيين والأرقام المتداولة أنه تقريباً 800 مليون شخص بالعالم تأثر هذا العام من التغير المناخي بإصابات متعددة، منها الحساسية التي تعتبر ملازم للتنقل بين الفصول الموسمية وبتصيب الإنسان بأشكال مختلفة. وطبعاً الجهاز المناعي بيتأثر أو هو بيكون إما بيحمي أو بيزيد وبيفاقم هاي الحساسية. تماماً سلمى، موسم الحساسية اليوم بهذا العام أكيد بكر، وكثير من الأشخاص عانوا من أعراض مختلفة ويمكن ما قدروا يفرقوا بين الحساسية الموسمية أو الحساسية العادية والحساسية الفيروسية. لهيك كيف بيتم العلاج وكيف نحن بنعرف حالنا أنه هاي الحساسية ما أنا مؤذية، وإمتى بتصير تأذي جهاز التنفسي عنا وأيضاً تنتقل لإضعاف جهاز المناعة، وشو هي أكيد التشخيصات والعلاجات والأعراض اللي بتكون موجودة من أوقات سعال وسيلان أنف وتدميع عيون وميت قصة وأكيد أعراض تانية مختلفة. اليوم رح نتعرف على كتير تفاصيل ونجاوب على كتير من الأسئلة والاستفسارات مع الدكتورة نوار برادعي، اختصاصي بالأمراض التنفسية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. يعني فعلا السنة هيك شوي الجو مختلف، إن كان بهذا الشتاء أو حتى هلأ الربيع والصيف لاحظنا أنه الأمراض التنفسية تفاقمت بهذا التغير المناخي. الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية موسمية انزعجوا حتى بوقت مبكر قبل قدوم الربيع. خلينا نعرف شوي اليوم قدي في فروقات لاحظتوها من خلال العيادات من خلال المراجعين عن تأثير الحساسية الموسمية بهذا الوقت. فعلا الحقيقة عم تضوي على موضوع كتير مهم وبهذا الوقت من السنة. يعني أكثر المراجعين بالعيادات حاليا وحتى بالمشافي عم بيكونوا مزعوجين من أعراض السعال وضيق التنفس يلي يعني عم بيكون غالبا صار له يعني من ايام لاسابيع حتى. بظن انه تقلبات الجو بهذا يعني هو المناخ عم بتغير عالميا، وتقلبات الجو هي اللي عم بتساهم بهذا الموضوع اكثر. في اشخاص عم بيعانوا من سعال صار له اسابيع، يعني حتى عم بيقولوا لي من رمضان او حتى من بدايه رمضان عم بيعانوا من هي الاعراض. السعال عم بيكون مزعج، عم بيعيق بعض الاعمال، عم بيعيق حتى النوم، يعني عم يعانوا من قلة النوم خصوصي عند الأطفال عند أهاليهم. عم بيكون ضيق التنفس شديد، عم بيترافق مع أعراض ممكن تشبه أعراض الربو حتى. يعني هو كل سنة نحن تقريبا بنشوف هاي الأعراض لكن مو بهي الشدة، يمكن مبكرة شوي أو عم بتكون أشد. ما بعرف هي مطاوعة المريض على العلاج عم بتكون أقل أو أنه لجوءه لعلاجات قبل ما يلجأ لعيادة الطبيب عم بتكون أكثر هي السنة، يعني عم بتأثر باستجابة المريض على العلاج أكيد. طيب دكتورة، كثير من الأشخاص ممكن يصير عندهم أعراض مختلفة ما يقدروا يفرقوا فورا، ممكن يلجأوا من حالهم للمعالجة الذاتية، ياخذوا حبوب التهاب، ياخذوا خوافات حرارة أو مسكنات بدون ما يعالجوا السبب الرئيسي، ممكن يفكروا أنه هذا مرض فيروسي. كيف نحن بدنا نفرق اليوم بين الحساسية والمرض الفيروسي؟ هلا يعني بهذا الوقت من السنه كثير بتتداخل الاعراض مع بعض. فعلا يعني بتقلد الاعراض لانه الانترنت الفيروسيه هي بتعمل اعراض سعال، بتعمل سيلان بالانف، بتعمل دماع، بتعمل تعب ووهن بالجسم، ممكن تترافق مع حراره، يعني او يعني الاغلبيه بتترافق مع حراره لكن قد تكون الحراره مانا شديده. باعراض التحسس بتكون الاعراض مياله اكثر لانه تكون سعال وعطاس وسيلان بالانف، مفرزات بتكون مخاطيه بيضاء عاده، قد تكون مائله للصفار، لذلك الاعراض بتتداخل مع بعضها البعض. هلا اذا ما في ترفع حروري فالاعراض بتمشي مع تحسس اكثر. القصص العائليه بتلعب دور، يعني لما
بيكون في عنا نحن كذا شخص من العيلة عندهم أعراض تحسس ومعروفة لدى العائلة. بتقول لك الأم أنا عندي قصة تحسس، أو والدهم أو مثلا أخواتهم عندهم قصة حساسية، أو في قصة ربو بالعيلة مثلا، قصة تعرض لروائح قبل ما تبدأ الأعراض. يعني بذكر مثلا ست البيت بتذكر أنه هي شمت روائح منظفات أو معقمات، أو مثلا كانت ماشية بحديقة بعد ما صار في هواء انزعجت من الأعراض، أو هي كل سنة بهذا الوقت تتكرر عندها الأعراض. فهذا الشيء بيوجهنا لتحسس أكثر من يوجه لإنسان إذا في مرض فيروسي بيرافقه حرارة. يعني عادة بتترافق مع حرارة، عادة ممكن تكون حرارة مانا عالية لكن هي موجودة، يعني قصة بردية، قصة عروقات، هي بيالي أكثر لأنه يكون إنسان فيروسي. هلأ بأي وضع من الأوضاع سواء إنسان فيروسي أو تحسس، تقريبا العلاج هو رح يكون عرضي. يعني إحنا بالإنسانات الفيروسية ما بنعطي صادات، صادات بتنعطى لما بيكون في عنا شيء بيدل على إنسان جرثومي، وهذا الشيء من خلال الفحص السريري بيبين أكثر، من خلال الفحص السريري، من خلال الحرارة العالية، من خلال الاستجواب بيبين أكثر ما أنه يكون المريض هو بيقدر يميز بيناتهم. طيب دكتورة، إذا حكينا شوي عن الأعراض اللي بتظهر بالحساسية واللي هي مختلفة بين شخص لشخص وبين جهاز مناعي أيضا وجهاز مناعي، فبنشوف مثلا الناس بتظهر عندهم سيلان الأنف، العطاس المتكرر اللي بيتأهب مثل ما قلتي حضرتك على روائح معينة أو شم الهواء أو ما إلى ذلك، وفي ناس بيطلع عندهم بأشكال مختلفة مثل حكة جلدية، طفح جلدي معين، فما ممكن يربطوا بسهولة أنه هذا ناجم عن حساسية تنفسية، ممكن يفكر له علاقة بالأكل أو ما إلى ذلك. فخلينا نحكي شوية تفاصيل عن الأعراض وكيف بيتم التشخيص بناء على هاي الأعراض. هلأ التحسس هو عبارة عن ارتكاس الجسم لمؤرج خارجي، بيكون فيه زيادة بإفراز مادة بنسميها الهيستامين، ترتفع فيها بعض الجلوبولينات المناعية اللي مثل الاي جي اي نحن بنسميه، فالجسم بده يرتكس لهي المفرزات اللي موجودة فيه. هلا ممكن تلاقي شخصين ثلاثة بنفس الموقع، شخص فقط بيتحسس والاثنين الثانيات ما بيعانوا من أي أعراض، يعني قاعدين بنفس الحديقة خلينا نقول، صار في هواء، صار في ورد عم يتطاير، صار في غبار طلع، شخص صار يعطس ويسعل والأشخاص الثانيين ما صار لهم شيء، لأنه طبيعة الجهاز المناعي عند هذا الشخص وارتكاسه غير الأشخاص الثانيين. بالمقابل في أشخاص ممكن تكون عندهم الحساسية فقط جلدية، يعني بس بيصير في عندهم حكة وشرة، في أشخاص بتكون الحساسية عينية أو أنفية فقط، وفي أشخاص بتكون في عندهم الحساسية بالجهاز التنفسي بتتبع للارتكاس العضو الموجود بجسمهم. في أشخاص هن مو بس تحسس، في أشخاص هن أساسا عندهم ربو والربو له محرضات عنده، منها غبار الطلع مثلا، أو منها الهواء البارد يلي عم يتعرضوا له، أو الروائح يلي عم يتعرضوا له. فبيكون الارتكاس عندهم عبارة عن أعراض ضيق تنفس، ممكن توصل لوزيز، ممكن يضطر يروحوا على المشفى حتى يعملوا جلسات إرزاز، أو ممكن يضطروا يصير عندهم قبول مشفوي. فإذا الارتكاس المناعي بجسم الشخص بيختلف من شخص لآخر، وشدة الأعراض بتختلف أيضا من شخص لآخر حسب شدة هالارتكاس. إذا الأعراض بتتفاوت من شخص لآخر، ممكن تكون على شكل أعراض جلدية، أعراض عينية، سيلان، عطاس، ممكن تترافق كل هدول الأعراض مع أعراض تنفسية اللي هي السعال الجاف أو السعال المنتج لقشع والوزيز الصدري. طيب ممكن هاي الأعراض دكتورة وقت بتصير مع أي شخص اليوم يلجأ للعلاجات الذاتية من عنده، أو ممكن يلجأ كمان للأعشاب بدون ما يشوف دكتور أو يشخص الحالة ويعرف شو معه بالضبط؟ اليوم كيف نحن بنعتبر هاي الحساسية مرض بده معالجة، وشو كيف ممكن نحن نعالجه؟ هلا بأي يعني بأي حال من الأحوال أنا بفضل دائما إنه المريض ما يعالج حاله، يعني لحاله ما يلجأ للأعشاب، يراجع الطبيب. يعني بجوز تكون بداية المرض بسيطة تتعالج ببساطة وما تتفاقم معه الحالة. العلاج يعني حسب المرض، مثلا التهاب الأنف التحسسي بيختلف علاجه عن التهاب القصبات التحسسي أو حتى الربو القصبي. لذلك بأي حال من الأحوال أكيد نحن ما بنلجأ للأعشاب، بنراجع الطبيب والطبيب هو بيقرر خطة العلاج المناسبة للمريض. ولما بيعالج المريض نفسه ممكن يلجأ لعلاجات بتضره ما بتفيده. يعني في مرضى بيضطروا ياخدوا مسكنات، نوع من أنواع المسكنات بالعكس بتأذي المريض أكثر، أو بيضطروا ياخدوا مضادات تحسس بتكون مثلا بتجفف المفرز
مفرزات، فبالتالي بتفاقم الإصابة أكثر تماما. طيب دكتور النوار، خلينا نحكي عن فترة العلاج. كثير أشخاص بيقولوا أنا يعني مثلا رحت عن طبيب وأخذت علاج معين، أخذته مرة وخفت عندي الأعراض وصارت أموري تمام، وبينسوا الموضوع. ونحن عم نقول هي حساسية موسمية، يعني هل هذا العلاج بيتكرر مفروض معه نفسه كل سنة؟ خلاص أنا أول ما أشوف هاي الأعراض برجع بأخذ نفس الدواء، ولا لا أنا لازم كل مرة تكررت معي الأعراض أعمل مراجعة، وهي الأدوية ممكن تكون لفترات طويلة أو لا فترة معينة من السنة بأخذها؟ هلأ ما في قاعدة، هي بتختلف حسب المريض، لكن يعني المريض إذا بيقدر يراجع الطبيب أفضل. إذا ما بيقدر يراجع الطبيب والطبيب شخص له فرضاً التهاب أنف تحسسي، بيقدر يكرر الوصفة إلا إذا كانت في أعراض جديدة ظهرت عليه، مثلاً ترافقت مع حرارة، لا هون معناها في شيء جديد أنا لازم راجع الطبيب، أو بلش بالعلاج ولقى إنه الأعراض ما عم تتحسن كمان لازم يراجع الطبيب. ممكن يكون بوقت من الأوقات هو لسه يعني هو الشخص عنده استعداد يصير ربو، بس ما تكاملت الأعراض، وبالتالي الطبيب بموسم من المواسم ما شخص له ربو. إذا بيراجعه الطبيب بيفحصه بيلاقي إنه مثلا في عنده وزيز بالصدر، بيعمل له اختبار وظائف رئة، بيكتشف إنه هذا المريض صار ربوي، وبالتالي العلاج صار مختلف. تختلف. لذلك يفضل أكيد مراجعة الطبيب بأي عرض بيظهر عند المريض إذا كان بإمكان المريض ذلك. طيب دكتورة، خلينا كمان هيك نهتم كتير بهدول الأشخاص المريضين يلي كتير بيعانوا، إن كانت حساسية بالعيون أو بالأنف ممكن كلها تترافق، أو بالجهاز التنفسي. اليوم ما بين الأعراض، فترة الأعراض وفترة العلاج، ممكن يصير عند هذا الشخص أزمات نفسية أو حتى تنفسية ممكن نقول، بس كيف ممكن هو يتعايش مع هاي الحالة اللي بين ما هو مثلا طاب أو يتعايش مع هذا المرض الموسمي اللي هو بكل ربيع بده يصير معه؟ هلا يعني الحساسيه بالدرجه الاولى علاجها هو الوقايه. يعني المريض بيعرف حاله مثلا انه بيتحسس من طقس معين، يفضل وقت اللي بيطلع من المنزل او من العمل يكون لابس كمامه حتى يقلل فرص استنشاق المواد اللي بيتحسس منها. الابتعاد عن الروائح والمخرجات قدر الامكان، اذا المريض مدخن يترك التدخين، ما يقعد بجو مغلق جو فيه روائح تدخين واراجيل. مثلا عنده انتانات تنفسية متكررة سنويا، ياخذ لقاح الانفلونزا ببداية الموسم، يعني بداية موسم الإصابات التنفسية طبعا، يعني بأشهر أيلول تشرين أول نحن عم نحكي. لذلك هو الشخص يعني بيعرف طبيعة جسمه، بيعرف الطبيب يلي بيعالجه وبيتابع معه بيقدم له نصائح معينة، فيلتزم بهي النصائح، وبالتالي بيقلل من الأزمات النفسية اللي عم بتصير معه نتيجة تغيبه عن العمل، نتيجة معاناته أثناء العمل، ونتيجة قلة النوم اللي عم بيعاني منه، ومن الأزمات التنفسية بنفس الوقت. العلاج، ما جاوبتك على سؤالك، إنه العلاج ممكن يكون طويل، أي ممكن يكون فترات طويلة، وبتختلف فترات العلاج من مريض لآخر أكيد. صحيح. طيب أهم نصيحة بتحبي توجهيها اليوم قبل ما نختم حديثنا دكتورة لكل طبعا مرضى الحساسية على اختلاف أنواعهم مثل ما قلنا؟ هلا اهم نصيحه انه مراجعه الطبيب بالدرجه الاولى. في اختبارات ممكن تساعدكم، يعني ما تفكروا انه العلاجات هي وحده، بخاخ الانف واحد، بخاخ الصدر واحد، لا، في علاجات ممكن تختلف من شخص لاخر. اختبارات ممكن تساعدنا لحتى نعرف شو الماده اللي نحن عم نتحسس منها، فممكن الطبيب يساعدنا بهذا الموضوع. هي كثير نقطه مهمه، انا بشوف ناس بيروحوا بيقول انا تشخصت حساسيه من دون ما اعمل اختبار، تماما، علما انه يمكن الاختبار بيفيدهم لحتى يعرف وشو المواد اللي بتعدوا عنا. تمام. يعني في ناس مثلا بيتحسسوا من ديودوران ما بيتحسسوا من البرفان والعكس وما إلى ذلك، في شغلات بسيطة ما بتخطر على بال حدا. صحيح. إنه هي ممكن تعمله حساسية ريحة معينة بالأكل، يعني مو شرط الدخان وما إلى ذلك. قد ايه مهم هذا الاختبار، وهل كل سنة أنا لازم أخضع أو لا هو مرة واحدة كافي؟ هلأ الاختبار اللي أنا عم بحكي معه إنه هو اختبار للمواد غالباً المستنشقة، يعني بيشمل مثلاً غبار الطلع، زهر الزيتون، العث المنزلي، مواد يعني تقريباً شي 15 مادة بيحقنوها تحت الجلد وبيشوفوا ارتكاس الشخص لإله، وحسب ارتكاس الشخص في لقاحات معينة بتنعطى لهي المواد. هون فترة العلاج طويلة، ممكن تستمر لحد 3 سنوات، نسبة الاستجابة عليها مقبولة، يعني ممكن توصل لحد 70%.
لما المريض ما بيستجيب على العلاج يعني ممكن تخفف من ارتكاسه لهي المواد. لذلك هو مهم إذا الاختبار موجود إذا المريض بيقدر يساوي، أكيد إنه يساوي. أيضا في اختبار اسمه وظائف رئة بيشخص لي قديش شدة العسرة التنفسية عند المريض. كمان هذا الشخص لما بيلجأ للطبيب مهم إنه يعمله إذا في عنده أعراض تنفسية، لأن ساعتها العلاج بيختلف بين أدوية حساسية فقط ولا بين بخاخ كورتيزون إنشاقي. صحيح. كمان في نصيحة مهمة بدي أقولها للمرضى إنه لا تخافوا من البخاخات ولا تخافوا من العلاجات، لأن الطبيب أكيد ما حيعطيكم علاج بيضركم. بخاخ الكورتيزون مثلا هو بخاخ موضعي، لا بيسمن لا بيعمل ضغط لا بيعمل سكري. يعني التأثير الممكن يساوي هو فطور فموية، نحن بنتحاشى هذا التأثير لما بنستخدم البخاخ بطريقة مضبوطة وبيغسل تمه بعد الاستعمال. في مرضى بيتركوا بيخافوا من الانتانات البولية، ما بعرف شو الرابط بيناتهم. في مرضى بيلجأوا لبخاخات موسعة قصبية لأنه بيلاقوا أنه بيرتاحوا عليها بشكل سريع وبيتركوا بخاخ الكورتيزون. يعني للأسف بنلاقي أخطاء طبية موجودة، أكيد أخطاء عديدة عديدة، ولكن الأهم مثل ما قلنا هو استشارة الطبيب. نشكرك دكتورة نوار على وجودك وكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أكيد دكتورة بدنا نشكرك، وأكيد كمان بدنا نتمنى السلامة لجميع المشاهدين، إن شاء الله هيك تلتزموا بهي النصائح وتستفادوا منها ويبعد المرض عنكم.